ولولة الروح فيلم يتمحور حول مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هو تاريخ المغرب المعاصر وأساسا سنوات السبعينات اللي هي مرحلة حاسمة في تاريخنا واللي كنعيشوه اليوم، ثم أيضا فن العيطة، يعني هذا الفن الجميل القوي اللي تهمش بين قوسين. لحسن الحظ كاين مجموعه الاصوات الغنائيه اللي كتعدلوا الرونق ديالو، بحال السي حجيب، بحال نسيم حداد. اذا رساله ضروره تضيف كل ما هو مغربي اصيل، لان المحليه الاصيله هي عالميه. انا ما باغيش ندير فيلم باش يعجب الفرنسيين او الامريكان، وانما فيلم يعجب الجمهور. الا عجب الجمهور اكيد غيعجب الجمهور العالمي. الفيلم ديال ولولة الروح تيتناول واحد الجانب من تراثنا اللي هي العيطة، ولكن تناول جانب آخر، يعني من خلال العيطة واحد الشيخ تيكون هو بعدا عنده موقف، حط الآلة ديالو ما بقاش يخدم، بمعنى أنه ما بقى معاه من يخدم، بمعنى أن العيطة ما بقات عندها بالنسبة ليه ما بقى عندها، بقى عندها رواد، ما بقى عندها ناس محبين ديالها، مع العلم انها باقيه. وفي هذا الموقف ديالو من خلاله كنشوفوا هذا الرجل هذا مأزم، ساد على نفسه، الى بغيتي تقول مخلوي واحد شويه، لا يتكلم كثيرا، مدمن. الدور هو دور الشيخه الزهره اللي هي شيخه من في العيطه، شيخة فن العيطة، مزوجة بواحد الشيخ سميتو الشيخ الروحاني، وهما كيعيشوا على 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 ذكريات الشباب فاش كانوا يلاه بداو في المسار ديالهم ديال 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 العيوط. وموازاة مع تسليط الأضواء على فن العيطة، كاين واحد المخرج سلط الأضواء على واحد الفترة قاتمة في تاريخ المغرب واللي هي فترة سنوات الرصاص، وهي فترة كانت نوعا ما فترة شوية صعيبة مر بها المغرب. والشخصية بالنسبة لي هي شخصية جديدة، نفس جديد، شكل جديد، شخصية من خلالها غلاضيت شي شوية باش نشبه نوعا ما، باش الناس فاش يتفرجوا يقولوا هاد الشيخة شيخة فعلا من 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 الشيخة ديال فن العيوط. الفيلم تحفة جميلة، تحفة سينمائية جميلة، متفرد، شكل خاص وشكل جديد في السينما المغربية. ونتمنى إن شاء الله أن الإقبال يكون كثير، وأن ولولة الروح يلقى صدى طيب وغوتوغ بينيفيك بوغ لو فيلم. أنا هنايا حاضرة باش نستند الأصدقاء ديالي الفنانين اللي داروا هذا الفيلم هذا، أولهم السي المخرج عبد الإله الجوهري، وطبعا المنتج السي بوشتا الإبراهيمي بوشتا فيزيون. فالجميل جدا هو انك باش تحضر هذا الفيلم في الرفقه الطيبه والرفقه الفنيه اللي كاينه هنايا، ما كاينش محسن من هادشي. هذا انا للاسف ما قدرتش نشوفه ملي داز في مهرجان طنجه، لان كنت كنصور ديك الساعه العمل المسلسل ديالي اللي داز في رمضان، وان شاء الله نستمتع كما يستمتع الجمهور، والتوفيق لكل الفنانين ان شاء الله.